بسم الله زوج بسم الله ثلاثة عيال عيب هادشي والله تكونسونطرا ليا عليه ماما عليه طارق الأسفة. السلام عليكم خوتي، اش اخباركم؟ توحشناكم دائما. قدم لكم حمزه قول كلمه. السلام عليكم، بخير كلشي مزيان. قدم لكم ساره قولي كلمه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد تشالنج مع بابا وماما وحسام عائله طهريين بشكل عام، شكون عائله اليوتيوبر وماما وخالتي سميره وفائزه. والتحدي هذا كملي دايرين تحدي ما بين بابا حسام وسفيان، شكون اللي يربح فيهم هيا خد كادو. ودايرين عاود تحدي ما بين ماما وخالتي سميره وفائزه، شكون اللي يربح فيهم هيا خد كادو. وهذا الشيء هذا غيبقى يتقسم واحد بواحد بواحد، واخر واحد غيبقى فريق الرجال واخر واحده تبقى فريق النساء غتربح كادو. تبقاو معنا وشجعونا وكنحبوكم. وتنشكر كاع اللي قالوا لي مبروك وشكرا بزاف، واللي لي خطيكم عليا. وبصح انا حامله، شحال من واحد ما طيقش انا حامله. وتنشكركم واللي لي خطيكم عليا ويدعيو معايا، وكلكم دعيو معايا راه بغيت وليد يا رب. ان شاء الله يا ربي. انا نكون في التحدي ديال اليوم ما بين عمي سعيد حسام سفيان. اشوفوا البطل ديال هذه كره السله، فريق الاحمر فريق الاصفر فريق الاصفر. والتحدي اخوتي كالتالي، اللي غيخشي الكره عنده خمسة المرات، اللي غيدير اكثر عدد النقاط هو الفائز، واللي غيكونوا من بعدو هما اللي خاسرين. لا اللي غادي يقل، اللي دار هو القليل فيهم هو اللي غادي يتصدر. فريق الاحمر اولي زيبنا عليه اخوتي. يلا سيف يلا واحد بسم الله زوج بسم الله ثلاثه والثانية فالهدف لا يسدد. شنو راك تزعل؟ امشي هكا امشي هكا. قالت لك مضاعفين ولوحوا دابا بلاصه ما دخلناش مع الزمان على بوند. والخامسة وهي الأخيرة التي سوف تسدد. إلا جاب الله حتى هما ما جابوش. دابا دابا كيفاش شتو معايا خوتي؟ عمي باللون الاحمر ما دار حتى شي نقطه، صفر نقطه. بارك الله عليك. دابا غندوزو المتسابق الثاني اللي هو حسام. تحيه عليك الكره. بسم الله. جوج ثلاث والثالثه. شوفي شادي انا شوف عليكم اصاحبي، غادي تضحكوا فينا العيالات. عيب هادشي. والرابعه والو يا بيبي تحب هذا انا وياه. وي انا عاود انا وياك. انا اللي غادي كتشوف اخوتي في الفريق الاصفر. لا ولكن دابا حسام زيرو نقطه. تعادل انا وياه. انا سوف العب وحسام بالشرط الاصفر وعمي الاحمر تعادلوا. غادي ندوزو دابا سي سفيان. انا الشرط الوحيد هو انك لا تشد للكرات لانك سوف تزعجني. تزعجني العربيه تهدي راه كتشوف السماء. بسم الله بسم الله صلى عليك. يلا تكونسونطرا ليا ولو الاولى سي حسام سفيان. الله تعلم جوج ديال السلل جوج ثلاثة شوية تكونسونطرا تكونسونطرا تكونسونطرا. الفريق اول نقطه غتسجلها غيسجلها لا سفيان صافي بالاجر الازرق. لا الا زدتي وانتم وحده. لا ماشي زدنا وحده حنا غير بشويه. تكونسونطرا هو اللي يخش فيهم واحد هما الدور صافي الله يعطيهم. ولكن بالله الحمد لله اخوتي وحده. غادي نعاود التحدي، نعاود التحدي ما بين عمي بشرط الاحمر وحسام بشرط الاصفر، ولكن الاخطاء ماشي خمسه غيكونوا غير اربعه رميات، واللي يسجل فيهم هو الفائز. الله تكونسونطرا عليا مع راسي. تكونسونطرا. عمي كيما شتو معايا حسام دخل انا عمي دخل وحده صدر معاه غيتخسر حسام، وغيكون عندنا الفائزين هما سفيان وعمي سعيد. بسم الله بسم الله بسم الله
كنت تلعب هذا الباسكت جد تي خبير عمي أيه. هكا ولد عمي هكي 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 الله خلينا خوتي شو قانون لعبة ديال الجد ديال بابا وحسام وسفيان اللي ربح فيهم اللي كان فائز هو سفيان وبابا ودابا عرفتوا قانون اللعبة غيكون خالتي سميرة وماما وفائزة لا فائزة دابا حنا نشجع الجميع تشجع النساء عاودوا الناس الاخويا عاودوا الناس لا كانت هكا لا كانت هكا علاش انا الاولى يلاه عندنا صفر عندي فرق اصفر لا ناكد عليكم لان عندك حق خمسه ديال الرميات اوه هيا غديرها دابا النقطة الأولى في الرمية الثانية لا لا جيب هنا فيزا ضربات الرابعة نجيبها عطيني قلبي عطيني قلبي آخر وحدة بقات لي مديري انت وصار يا ربي يربح كلشي يجي متعاود نخرج فيزا انا ماما نيشي بحال كيف ما كتنيشي عليا بالصنداله الله خير الله خير اوي الاخيره واحد جوج ثلاثه تعاودوا تعاود خالتي سميره وتعاود ماما اوبا هاي الثانيه جوج شويه ما تدربيش ها هي لا ويلي اوه يا ربي 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 ما بين سفيان وبابا غنديروا الكرونو ونشوفوا شكون اللي عنده الجد في السفل ديالو خوتي رجعنا لكم في المسابقه الثانيه اللي كانوا الفائزين فيها هو سفيان وعمي سعيد المسابقه غتكون ديال شكون اللي عنده اكبر نفس هذه المسابقه الثانيه اللي غتكون ما بين عمي سعيد وسفيان وغادي نديروا الكرونو غادي تشوفوا معايا شكون اللي غيفائز المسابقه ولا يكون فائز ولا ينتقل معنا المرحله الثالثه والاخيره طلع عمي كما كتشوف معنا ثلاثة جوج واحد يبدأ العداد كما كنتو معايا خوتي 25 ثانية فاصلة 09 ياه صافي يا عمي برافو عليك عمي برافو عليك عمي كما شفتو معايا عمي دار 25 ثانية و 0.02% كما كتشوفوا معايا عمي اللي هو الشريط الأحمر في هذه المسابقة دار 25 ثانية فاصلة 09 ودابا غندوز عند سفيان بالشريط الأزرق نشوف شحال غيدير واش غيكون هو الرابح أو عمي الرابح قوم معنا عليك 3 2 1 جو
قلتي كيما شفتوا معايا بان سفيان فاز تبارك الله ولي فاز ولي فاز هذه المسابقه برافو عليك شحال جاب 25 وصل 49 ما قلتوش بزاف ولكن هو الفائز عزيزي بصحتك ما كاينش الفرق ما بين بابا دابا غندوزو لفريق النساء ونخليكم مع نيزا نيزا وخالتي سميرة الحاجة سميرة دابا ان شاء الله ان شاء الله سمحوا لي عرفت خلاص نغلط في هذه ربي تسمح لي ولكن منكم غادي ان شاء الله نغلط ان شاء الله تنقولوا قالوا لي ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله دابا ان شاء الله غادي يكون خالتي سميرة وفائزة خالتي سميرة وفائزة غنشوفوا شكون اللي عندها تبارك الله السفل اللي مجهد نبداو سيدي حمزة نبداو ألالة سارة بسم الله والبداية غتكون من عند فائزة 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 واحد جوج ثلاثة برافو يا تسكولي عندها تبارك الله 20 دقيقة و 94 دقيقة صافي هادي بغيت تقول لكم 20 ثانية هادي ولات حرية البحر من 100 مرحبا 20 ثانية دابا سارة غندوزو سارة دابا دابا خالتي سميرة ان شاء الله خالتي سميرة عقلوا معايا 20 ثانية و 94 جزء من ال 100 بسم الله 94 الو خالتي سميرة 20 و 94 واحد لا ضحكت جوج ثلاثة طب كرونو واش تسمحوا ندير انا في عوطه لا لا يا حبيبي لا 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 خالتي بغيتي يلا يلا اشتريش لا لا او بلاتي من المنافسه ممكن نعاود انا بوسيبل انا ما تقلقش عندها يلا عاود خليها تعالج بحالك انت خالتي حدايا واحد جوج ثلاثة هي هبطت لاكام ديالها باش عيات بقات غادا واحد التنتي بقى لا ما تنسيش تنفوس على باش تديري عادي هكا بدينا شي فاش كتبدل ديك 34 و42 تبارك الله واحد جوج ثلاثة برافو عليها برافو عليها برافو عليها دابا تبارك الله بقات فائزه هي الفائزه في العيال سيدي سفيان وسفيان هو الفائز في الرجال تبارك الله عليهم تبارك الله عليهم سفيان فائزه اوفيسيال وما لقاش عجز في حدايا نظام ما قدام خالتي وما شاء الله عليكم بلاتي انا قدامكم كنقول لكم باللي
عندي واحد الحاجة نقولها أنا وسفيان اللي نفس الفارق أديروا لنا الكرونو أنا وياه بالإمكان ديالو يستغنى على الكادو يعطيه لي وأنا كذلك نستغنى على الكادو ياخذ جوج كادو صافي نعاودوا الكرونو أنا وياه واجي دخلوني معاكم أنا ربحت أنا ناخذ كادو تمالك أخويا حاكم خليك حاكم لا حول ولا قوة واش أنت قابل للتحدي قابل للتحدي قابلوا مزيان تحدي قابلوا مزيان تحدي قابلوا مزيان صافي قابلة فائزة قابلة واحد هذا ولا هذا وانت هذا فايزه لا تدلول يلا دابا رجعنا لكم من جديد وهذا التحدي غيكون ما بين سفيان لا هما اللي اتفقوا فايزه وسفيان حنا عندنا كادو لسفيان وكادو لفايزه جات فايزه وسفيان اتفقوا قالوا لك شنو رايك نديروا التحدي بيناتنا واللي يربح ياخذ الكادو ديالي وكادو ديالو قلنا يعني اليوم ماشي مشكل بداو في التحدي وديك الساعة نشدو جوج الكادوات ونعطيهم إما سفيان إما الفائدة ثلاثة جوج واحد طوب كرونو ثلاثين خمسة وتسعين من بعد ما دازت فائزة بثلاثين ثانية وخمسة وتسعين مئة دابا غيدوز سفيان للتحدي وبهذا التحدي الأخير غنشوف شكون يربح واش سفيان واش فائزة واحد واحد جوج ثلاثة واحد الكادو الاصفر برافو عليك
ميمة طلعت لي بنتي الله يبارك الخير. شوفوا ماما جابت الكادو الالة تبارك الله وسلامة. كما كتشوفوا معايا السيبة ديالي جابت لي كادو لبنتي الصغيرة. ويني الله 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 والله يعطيك الخير امي والله يعطيك الخير الله 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 جات لك هادي باربي هادي باربي البيض البيض زيونا صحت ايوا حنتي نشوف كادويا اللي خديتها ولكني حيت هو اللي باينين لا يلا ولاد كنقول لكم شكرا صرا بزاف السلام عليكم شوفوا الكادو ما تحلش وصل الولاد فيه السكوتش جابني اخوتي لتحت الباك جابني واو لا حلف واو حلف وينو صحتك شنو هذاك انا اللي كنت طالبه عليها وحق الله شنو هذه كاميرا هاي تي من البواطه اوه ويتي ويتي اش بغيتي انت هادي وينو الله اكبر هاتي خاطر ديما نلعب معاكم كي والله الا عندو بين الناس سي قريبي ليهم وغيرهم هاتي خاطر هادشي الله يعطيك الخير وتنغلط فيك تنقول لك سفيان خلي سفيان تعا هو قبل التحدي بينو بينا ما بقيتش بالله العلي العظيم الى نستاهل وقولوا لي صحتك وراحتك صحتك شوف ربحات روح رياضيه اختي قول استاهل صحتك اخوتي قول بثني الصايطه ما عرفت شنو الداخل بقات لا هاد الخطره ملي يجيك واحد يضيق والله انت اللي طماع سي والله ما يوجوله يلا نعاودوها هذه نصو هذه نشارجيهم بدا نصوركم بها داكشي خاطر يا صحتكم صحتك سي فايزه كانت هي الرابحه في هذه المسابقه هذه وتنشكر بابا ماما خاتي سميرة حسام وسفيان وتنشكرهم بزاف ربي يخليك لالا يخطيك ربي وكنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم وتكونوا فرحتوا معنا وكنتمنى منكم تفعلوا الجرس وديروا صبيح كما قلت لكم ديما وتابوناو وبغينا 200 ألف وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تحط هاد الفيديو ديالها مع ربعه وما تنساوش باش نمشونا ان شاء الله مع سته غادي تدخلوا الفيديو ديالي ماما وبابا جميلة وسعيد اوفيسيال غادي تقوى وغادي يكون واحد الفيديو شوية متميز على الفيديوهات الخير اللي غادي يكون فيه واحد النصائح مهمة بزاف طبعا لا عندي بزاف النصائح وما عليكم يدخلوا لاشين ديال جميلة سعيد اوفيسيال غيحطوا مع سبعة بابا ولا ستة ان شاء الله وغنخليو لكم انستغرام ديالي و تابوناو عندي بزاف راكم عارفين شكرا للي خطيكم عليكم